الآن إلى مجموعة من الأخبار. ففي آخر إبداعات مندوب النظام في الأمم المتحدة بشار الجعفري، كشف في سبق إعلامي وصحفي لا مثيل له عن وجود شبكة من ضباط إسرائيليين وأمريكيين وسعوديين وقطريين وأردنيين وأتراك سعوا في الساعات الماضية للهروب من حلب مع المسلحين خلال الاتفاق الخاص بالإجلاء من الأحياء الشرقية للمدينة. طيب وين مكافحة الإرهاب؟ إذا اليوم نحن كما أعلنت في مؤتمر الصحفي هناك عملاء لمخابرات، ضباط مخابرات عرب وأتراك وأمريكان وفرنسيين وإنجليز يحاولون الفرار من شرق حلب مع المدنيين ومع الإرهابيين ومع. إذن هذه الدول حكوماتها ضليعة ضالعة في سفك الدم السوري، ولا يمكن أن تساعد الشعب السوري لا إنسانيا ولا سياسيا. من رسائل شركات الاتصال إلى منابر المساجد، لم يترك النظام وسيلة إلا واتبعها لحث الموالين له على الانضمام لما يسمى بالفيلق الخامس اقتحام، والذي قام بتشكيله مؤخرا فاتحا المجال أمام كافة الفئات وحتى الموظفين منهم على الانضمام إليه، مغريا المنتسبين بالأموال والامتيازات الأمنية. ها هو الفيلق الخامس ينادي أبناء هذا الوطن، ينادينا جميعا. أتدري أيها السوري لماذا يناديك الفيلق الخامس؟ يناديك لكي يبقى علم الجمهورية العربية السورية مرفرفا فوق جولاننا الحبيب، ولكي يرفرف هذا العلم فوق سماء لواء اسكندرون، ولكي يبقى هذا العلم مرفرفا فوق سماء الغوطة الشرقية وفي دوما وفي ريف حمص وفي ريف دير الزور وفي كل مكان. حرك المحامي المصري يوسف مطعني دعوى قضائية بحق الحكومة المصرية، طالب من خلالها بطرد السفير الروسي والقائم بالأعمال الإيراني في مصر وتجميد كافة أنواع العلاقات على خلفية الأحداث في حلب. وقال المطعني في تصريح إعلامي إنما دفعه لرفع الدعوى هو ما يراه ويصمت عنه كل العالم لما يحدث في حلب من إجرام أسدي وروسي وإيراني بالتعاون مع ميليشيات شيعية، مشيرا إلى أنه ما زال يبحث عن الوضع القانوني لهذه المطالب، مؤكدا أن دخوله في أي معركة قضائية لن يكون دون مرتكزات قانونية. ختام حلقة اليوم من هنا سوريا، شكرا لكم وإلى اللقاء. وقلبي عليها دايب وشغبة أم الحبايب، وقلبي عليها دايب يا أغلى مدينة بالكون، ونور عليها ظالم كبير باسمك دام الدوم، منسى اسمك والله يوم، كبير باسمك دوم الدوم، منسى اسمك والله يوم. هي قلعة أمجادك وأذانك معلدوم، هي قلعة أمجادك وأذانك معلدوم. شغبة شغبة أم الحبايب، حبايب وقلبي عليها دايب، وشغبة أم الحبايب.